تجارب حديثة مكنت من كشف أصناف جديدة من القمح اللين تم استغلالها في المناطق الصحراوية من حيث استجابتها لكل العوامل الطبيعية التي ساعدت في توفير قدرة إنتاج عالية. احنا رانا داخلين في تجارب من أجل إيجاد أصناف تتلائم والمناخ تاع المنطقة، لأننا إن شاء الله نسعى دائما في هذا، يدخل في إطار رفع المردود، كذلك القمح اللين. بما أننا احنا في الجزائر نستهلك القمح اللين بكثرة، لما لا يكون الاكتفاء الذاتي. توفر المياه الباطنية مكن من إنتاج أكثر من 60 قنطار في الهكتار، وهو ما يفوق نسبة الإنتاج في الولايات الشمالية ويضاهي نسبة الإنتاج في الدول الأوروبية. نطلعوا إن شاء الله إلى إنتاج تقريبا 180 ألف قنطار من الحبوب، فيها 169 ألف قنطار من القمح الصلب و11 ألف قنطار من الشعير، وإن شاء الله نترقب مضاعفة ونتطلع، وسطرنا هدف لمضاعفة المساحة المسقية في الحبوب إلى من 4000 هكتار إلى 8000 هكتار الموسم المقبل إن شاء الله. استغلال مثل هذه التجارب الناجحة في ولاية غردايا يمكن أن يؤهل الجزائر لأن تكون قطبا فلاحيا مخصصا لشعبة القمح، وتتحول الجزائر من مستورد إلى مصدر لهذه المادة التي تدخل ضمن حسابات الأمن القومي للدول.